احنا كصيادله متاح لينا في الصيدليه التعامل مع مجموعه معينه من الادويه بنسميها او تي سي او اوفر ذا كاونتر دراجز. مش اي دواء في الصيدليه ينفع نوصفه للناس. يعني في امراض معينه زي الضغط، زي السكر، زي بعض الامراض المزمنه ما ينفعش نتعامل معاها. لازم طبعا الشخص او المريض يروح للطبيب هو اللي يتعامل معاه ويوصف له العلاج المظبوط ويديله نصايح تفيده في علاج المرض ده. انما في بعض الادويه ما ينفعش احنا نوصفها بشكل مباشر للمريض علشان ممكن تاثر عليه بشكل سلبي جدا. من ضمن الادويه ديت دواء منوم شهير جدا اللي هو نايت كالم او الماجيك بيكلون، نايت كالم او الماجيك بيكلون، او اي دواء فيه ماده الايزو بيكلون. الدواء ده طبعا شهير ومعروف جدا، منوم وبيستخدم على نطاق واسع. ولكن هل الدواء ده ينفع نوصفه بشكل مباشر للمريض او نطلع في فيديو معين ونقول اللي عنده صعوبة في النوم او عنده ارق ياخد النايت كالم او ياخد الماجيك بيكلون زي ما في بعض الزملاء بيعملوا نايت كالم او الماجيك بيكلون؟ طبعا الكلام ده غلط ومش مظبوط، وهنعرف دلوقتي ليه الأدوية ديت ما ينفعش تتوصف للمريض بشكل مباشر بسبب أثرها الجانبية الخطيرة، اللي لو استخدمنا الأدوية ديت بشكل غلط ممكن تأثر علينا بشكل يعني سيء جدا. أولا، إزاي النايت كالم أو الماجيك بيكلون بيشتغل؟ هو لحد دلوقتي لسه مش معروف الميكانيزم بتاعه قوي، ولكن بيعتقد ان هو بيأثر على مستقبلات اسمها الجابا ريسبتورز موجودة في البرين، موجودة في المخ، بالتالي بيعمل ريلاكسيشن او استرخاء فبيساعد على النوم، بيخلي الشخص يدخل في النوم بسهولة ويطول ساعات النوم. ده كده الميكانيزم بتاع النايت كالم او الماجيك بيكلون. طيب جه مريض في الصيدلية وبيشتكي من صعوبة في النوم، مش عارف ينام، التعامل معاه يكون ازاي؟ التعامل يتحول لطبيب مختص على طول، في دكاترة متخصصة في موضوع النوم، صعوبة النوم، يديله نصايح معينة، يغير نظام أكله، يغير نظام حياته، نصايح معينة يتبعها من قبل الطبيب المعالج، وفي الآخر خالص النصايح ما جابتش نتيجة، يضطر يلجأ للأدوية ديت بجرعات معينة والوقت معين. يعني النايت كالم او الماجيك بيكلون مفروض نبدأ بواحد ملي، الجرعة الصح بتاعته ان احنا نبدأ بواحد ملي، ولو ما جابتش نتيجة نبتدي نزود الجرعة تدريجيا 2 ملي وبعد كده 3 ملي، وبعد ما نيجي نوقف الدواء نوقفه بالتدريج، ننقص الجرعة بالتدريج بحيث ما يحصلش اعراض انسحاب. ده كده طريقة الاستخدام الصح بتاعه. ولكن ما ينفعش على طول نبدأ بالنايت كالم أو الماجيك بيكلون كعلاج للمشكلة، لا، الأول طبيب مختص يعالج المشكلة هو اللي يتعامل مع المريض. طيب الأثار الجانبية بقى بتاع النايت كالم أو الماجيك بيكلون، عندنا طبعا بيأثر على الجهاز الهضمي وبيأثر على الجهاز العصبي وبيأثر على النفسية وبيأثر على كل حاجة في الجسم تقريبا. بيأثر على الجهاز الهضمي عن طريق ان هو ممكن يعمل اسهال، ممكن يعمل غثيان، ممكن يعمل قيء، ممكن يعمل جفاف في الفم، بيأثر على الاعصاب، ممكن يعمل التهاب في الاعصاب، بيأثر على النفسية، بيعمل صعوبة او صعوبة في التركيز، اضطراب في الحركة، فقدان مؤقت في الذاكرة، هلوسة، كمان ممكن يعمل حاجة خطيرة جدا، صعوب المشي أثناء النوم. المشي أثناء النوم في ناس بتاخد نايت كالم أو الماجيك بيكلون تلاقيهم هم نايمين بيقوموا يمشوا، أو ممكن يقوموا يسوقوا العربية، أو ممكن يقوموا يعملوا أكل أو يمارسوا أي حاجة وهم مش في وعيهم، وبالتالي دي حاجة خطيرة جدا وممكن تأثر على حياتهم. فبالتالي الأدوية ديت مينفعش تتوصف كده. طيب اللي بياخد بقى الأدوية ديت، لو في الدكتور وصف لك الأدوية ديت ما ينفعش بعد ما تشوف الفيديو ده انك تبطل الدواء، لا، أدام الطبيب وصفه بجرعات معينة والوقت معين فتلتزم بالجرعة بتاعته. طيب في بقى بعض التكات كده أو التركات علشان تستفيد من الدواء ويجيب معاك نتيجة.
اول حاجه ما تاخدوش بعد وجبه دهنيه، ينفعش تبقى واكل اكله تقيله كده وجبه دهنيه وتاخد النايت كالم او الماجيك بيكلون، هيكون تاثيره ضعيف جدا. فالافضل تفصل بينه وبين اي وجبه دهنيه ساعتين على الاقل. كمان قبل ما تاخده او تاخده قبل النوم مباشره، قبل النوم مباشره، ما تاخدوش قبل النوم بساعتين او بساعه، لا قبل النوم مباشره لان تاثيره سريع. كمان ما تاخدوش مع الكحوليات، في ناس بتاخد كحوليه بتشرب كحوليات، الماده دي ماده الايزوبيكلون مع الكحوليات ممكن بنسبه كبيره جدا تؤدي الى الوفاه، يعني التفاعل ده بيكون فيتال، بيكون قاتل. فانت احذر التفاعل ده، تفاعل الايزوبيكلون مع الكحوليات. في من ضمن المعلومات اللي بنحب نقولها عن النايت كالم او الماجيك بيكلون او ماده الايزوبيكلون، يعني انها غير مصرح بيها لاقل من 18 سنه، غير مصرح بيها لاقل من 18 سنه، ممنوع لمرضى الكبد والكلى والقلب واللي عندهم صعوبه في التنفس، اللي بيتعالجوا من الاكتئاب، اللي بيشربوا كحوليات زي ما قلنا. كمان ممنوع اثناء الحمل والرضاعه، ممنوع اثناء الحمل والرضاعه. في بعض الادويه اللي بتتعارض مع ماده الايزوبيكلون، بتتعارض معها. عندنا المهدئات، لو حد بياخد اي دواء مهدئ فما ياخدش معاه النايت كالم. عندنا مضادات التشنجات، لو حد بياخد دواء مضاد للتشنجات والصرع ما يتاخدش معاه النايت كالم. مضادات الحساسية اللي بتعمل سيديشن او بتعمل هدوء او استرخاء ما تتاخدش معاه الادوية دي. موانع الحمل، في بعض الاحيان الادوية دي بتقلل من فعاليتها، اورال كونتراسيبتيفز موانع الحمل. عندنا الميلاتونين، اللي بياخد الميلاتونين علشان يساعده على النوم ما يتاخدش برضو مع النايت كالم او الماجيك بيكلون. الادوية اللي هي بسطة للعضلات، الادوية اللي هي بسطة للعضلات خاصة مادة السايكلوبنزابرين برضو ما تتاخدش مع الادوية دي. مادة السايوفيلين الموجودة في الكبرون، طبعا كبرون قراص اللي هو موسع للشعب الهوائية، دواء شهير ومعروف جدا، ما يتاخدش مع النايت كالم. يبقى انت حضرتك استخدمت الدواء ده لمدة 7 ايام او 10 ايام وما جابش اي نتيجة او ما فيش اي تحسن في الحالة، يبقى ترجع تاني للطبيب المعالج. يبقى اللي عايز اقوله في الفيديو ده ان مش اي دواء يتوصف للناس، مش اي دواء نطلع في فيديو معين ونتكلم فيه في فيديو قدام الناس ونقول اللي عنده صعوبة في النوم ياخد الدواء ده، لا، الادوية ديت لازم تكون تحت اشراف طبيب، لازم تكون تحت اشراف طبيب. نبدأ بواحد ملي، نزود الجرعة تدريجيا لحد ما نوصل لثلاثة ملي اقصى جرعة، وما ينفعش يتاخد مرتين في اليوم، هو بيتاخد بالليل فقط، ما ينفعش يتاخد بالنهار لانه هيخلي التركيز، مفيش تركيز خالص، هيخلي فيه صعوبة في التركيز وفي التذكر وفقدان في الذاكرة مؤقت، فيعني زي ما قلنا الآثار الجانبية بتاعته. فبالتالي الأدوية دي تحت إشراف الطبيب، وده اللي أنا حبيت أقوله في الفيديو ده. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ما تنسوش لايك، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا ليكم، استنوني في فيديو قادم إن شاء الله.